انا كل اللي بفكر فيه الوسط اللي انت هتعيش فيه. انسى موضوع الوسط ده تماما، انسى كل حاجة اللي انا بحبها. شريف، شريف مش يمكن لما تشوفها تغير رأيك؟ طيب اديني فرصة الاقي الوقت المناسب. مشيرة تاني يا شوقية؟ بقول لك ايه؟ أنا عايزك تشوفي شريف ونجوى، يهمني قوي إن أنتوا تعرفوا بعض. ومال، بس المقابلة دي بقى لازم تكون عندي في البيت. لا ما أعتقدش، أنا أفضل إن هما يجوا يشوفوني عايشة إزاي، يعرفوا عني كل حاجة على الطبيعة، ولا عندك مانع؟ شوقية أنت ليه بتصعبي الأمور؟ ما تخلي كل حاجة تمشي على الهادي. أنا شايف إن إحنا نروح نزورهم في البيت. إزاي تقولي كده يا فؤاد؟ عاوزني أنا اللي أروح أعرض نفسي عليهم؟ عشان يعينوني ويتفرجوا عليا ويا اما يوافقوا عليا او لا. اسمع يا فؤاد، انا اترفضت مره قبل كده، لو انا غاليه عندك ما تخليهاش مرتين. انت ليه مكبره الموضوع؟ شريف ده اخويا، يعني مش هيجرى حاجه لو رحنا عنده. لا يا فؤاد مش هينفع، يعني مش هينفع. طب لو اترجيتك وقلت لك عشان خاطري؟ بعدين معاك بقى عشان خاطر تديني فرصه افكر. يلا بينا بقى، انا عايزه اقول. حاضر. طب بس ايه؟ اهدي كده يا ست الكل وفهميني. اهلا، ازيك؟ مش قادره اصدق اللي قالهولي. عاوزني انا اروح اعرض نفسي على اهله؟ اهو ده بقى دليل انهم مش موافقين بيا، وهو اللي عاوز يفرضني عليه. اخس عليك يا ست شوقية، انت ليه خدتي الموضوع بالشكل ده؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، هم الجماعه الزواد دول كده بياخدوا الامور دي طبيعيه. وبعدين انا متاكده ان الاستاذ فؤاد مش قصده يضايق، وانا بقى مش اقل من اي واحده فيهم. يا سلام، هم طالعين فيها قوي كده على ايه يعني؟ بقول لك ايه يا ست شوقية، احنا يعني لازم نودي شويه للريح. وبعدين الاستاذ فؤاد من مصلحته ان هو يعرفك بعيلته. انت عارفاني كويس يا بدريه، انا عمري ما رجعت في كلمه قلتها. مش هروح لاهله حتى لو هخسر فؤاد. من بقى يا دكتور حكيم اللي انت احسن دلوقتي، ولا حصل ان الضغط نزل فجاه؟ بس انا عندي صداع فظيع يا دكتور، الم هيفرتك دماغي. ان شاء الله هتبقى كويس. استاذن حضرتك، في صديق طالب يشوفك. اتفضل يا فندم. يا دكتور حكيم، ايه الاخبار؟ مش احسن دلوقتي؟ الحمد لله، بس عندي صداع فظيع قوي. أنا آسف، آسف على كل اللي حصل. ما تقلقش يا دكتور، هنجيبهم. المسألة مسألة وقت مش أكتر. هاشم بيه، أنا كنت رافض الفكرة من الأصل، ما كانش المفروض أتماشى معاهم حتى لو كان ده بالاتفاق معاكم. كنت حاسس إن اللي أنا بعمله ده ريسك فظيع، مخاطرة ومش محسوبة كويس. مش محسوبة؟ دي محسوبة جدا يا دكتور حكيم، لسبب واحد، ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي وصلتنا لحصر المجموعة اللي اتسرقت. ايوه يا فندم، بس انا انت ايه يا دكتور حكيم؟ انت نفذت المهمة اللي اتحددت لك بالظبط، وسلطان نفذ التعليمات اللي احنا قلناها له واتفقنا عليها بالظبط. فما تقلقش خالص يا دكتور حكيم. انت عندك ثقة في دليلة؟ 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 عمري ما شفت منها أي حاجة. حتى لو قلت لك إنها هربت
ومش لاقيينها. هربت. برافو يا نيرة، برافو يا أولاد، برافو يا نيرة، برافو يا أولاد. نيرة تعالي. هيا هيا يا نيرة. دي أول مرة تقولي كده. الاستعراض الجديد ده أنا عندي أمل كبير إنه هيعمل ضجة. انت كنت فين من زمان؟ مالك يا شامل؟ وليه نظرة الحزن اللي في عينيك دي؟ خايف، خايف يجي يوم ما الاقيكيش قدامي. احنا ما بنتقدمش ولا خطوة. انت لازم تصممي على موقفك، لازم يفهموا ان مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تفرقنا عن بعض. ما تقلقش يا شامل، مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تفرقنا عن بعض. بس اليومين دول بابي ظروفه مش طبيعية، وأنا مستنية الوقت المناسب اللي أقدر أكلمه فيه. نيرة، أنا مش عايز أحس إنك ضعيفة، عايزك تفرقي إرادتك على كل اللي حواليك بما فيهم والدك، فاهمة؟ ما تقلقش يا شامل، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. ولا أنا. أنت ما تعرفيش أنت بقيتي بالنسبة لي إيه؟ أنت بقيتي كل حاجة في حياتي. ألو؟ 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 برضه ما حدش بيرد؟ ايوه هي، انا متاكده انها هي. لو اعرف بس هي مين دي. انا بقى ابتديت اعرف هي مين. انتي بتتكلمي جد؟ مين؟ فاكره سكرتيره عماد هايدي؟ لا في الحقيقة ما خدش بالي منها. اللي رقصت بلدي في عيد ميلاد شريف. ايوه 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 افتكرتها. مش ممكن يا نجوى تطلع هي دي قد نيرة. ما هي دي مشكلتنا دلوقتي. صدقي لو اتاكدتي ان هي ده انا امسكها ابهدلها. اوعي اوعي يا هيام تعملي كده. شريف مش لازم يعرف اني عارفه حاجه. إن لو عارف إن أنا عارفة واجهته لازم أطلب الطلاق. إيه الكلام الفارغ اللي أنتِ بتقوليه ده؟ طلاق إيه؟ أنتِ اتجننتي؟ تليها نزوة عبيطة وهتمر. نجوى أوعي تجيبي سيرة الطلاق على لسانك لو سمحتي. أنا هتجنن. هتجنن يا هيام. لا الشريف اللي أنا أعرفه ولا الشريف اللي حبيته
عارفه يا نجوى ايه اللي هيجنني؟ ان الراجل مسموح له انه يغلط ويعمل اي حاجه في الدنيا، لكن لو الست عملت نفس الحكايه تبقى مصيبه. ايه فلسفه؟ مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. لو اتاكدتي ان هي قولي لي وانا اتصرف، وانا اوعدك يا حبيبتي همحيها من الوجود. فاهمه يعني ايه همحيها من الوجود؟ مش قلت لك انه مش جاي؟ وكمان قافل موبايله. يا ست ما تقلقيش، اكيد عنده شغل في العياده. مراد ما راحش العياده النهارده يا مدحت. مراد ابتدى يبعدني عنه. وافرض انه ابتدى يبعدك عنه، لسه قدامك حياتك ومستقبلك. يظهر فعلا ان انا ابتديت افقد. استنى بس، انا مستعد. مستعد؟ مستعد لايه يا مدحت؟ هتقول له يحبني بالعافيه ولا هتقول له يغفر لي موقفي معاه؟ انا حقيقي غلطت، بس ما كنتش اتوقع ان العقاب هيبقى بالشكل ده ولا بالصورة دي. في آخر مرة اتقابلني كان بيبعد عينيه عني زي ما يكون قلبه رافضني. أنا مش لازم أستنى بعد كده ولا يوم، أنا لازم أسافر. لا أنا قصدي لسه قدامك وقت. إنجي أنت أي حد يتمناك، بلاش تستعجلي، سيب الأمور تمشي على طبيعتها. مساء الخير. انت كنت فين؟ كنت عند مراد. اوعى تفتكر ان مش حاسه باحوالك المتغيره، والوضع ده مش هيفضل كتير بالشكل ده. وضع ايه؟ انا مش فاهم حاجه. لا ارجوك ارحميني بقى، انا ما بقتش مستحمل. ما بتردش ليه؟ مين على الخط؟ نمرة معرفهاش. انت متأكد؟ الله، انت جرالك ايه؟ بقولك نمرة معرفهاش. شريف، انت مش مخبي عليا حاجة؟ يوه، دي ما بقتش عيشة دي. بقولك مش مستحمل اي حاجة، ما تحاولي تفهمي بقى. لا، من ناحية الفهم انا فاهمة كويس اوي، وبعد شوية هفهم أكتر. وانت ازاي تدخلي فاروق اخوكي في موضوع الارض؟ ازاي تسمحي له يجي يكلمني في موضوع الخمسين فدان؟ ازاي انا قصدي تخلي اللي بيني وبينك في الشارع كده؟ شارع ايه؟ شارع ايه يا كمان؟ ما تنساش ان فاروق ده اخويا وبيخاف على مصلحتي. ولو ده ما يدلوش الحق في كده، ما يدلوش الحق في انه يكلمني في موضوع الارض. يا نازلي انا مش صغير، عيب التصرفات دي، عيب. انا بحذرك. هي حصلك كمان ان انت تحذرني؟ بقول لك ايه، انا سايبه لك البيت وماشيه. اللي بتقوليه ده عيب. ارجوكي قدري موقفي يا بنت الناس. قدره انت لوحدك، انا خلاص زهقت، ما بقاليش عيشه معاك. فاهم يعني ايه زهقت؟ انا سايبه لك الدنيا كلها وماشيه. يوه، بقت حاجه تقرف. تروح فين يا نصر؟ ماشي ماشي، وسايبالك البيت عشان تشبع بالارض انت واخواتك، وتشبع بالفيوم كلها. ولعلمك انا مش عايزه منك حاجه، ولا عايزه اي علاقه تربطني لا بيك ولا بقلت المنستيرلي. ما ينفعش اللي بتعمليه ده يا نصلي، ما ينفعش. لا ينفع، لما يبقى عندك شخصيه وتقدر تاخد موقف لوحدك يبقى تعالى خدني من بيت اخويا يا كمال بيه يا منستيرلي. ما تغلطيش يا نصلي. انا ما بغلطش، هي دي الحقيقه. اخلصي، وكلمة واحدة زيادة مش هيحصل لك. طيب هتعمل ايه يعني؟ انت اصلا ما تقدرش تعمل حاجة، عارف ليه؟ لان انت بني ادم ضعيف. فاهم يعني ايه بني ادم ضعيف؟ اخرجي. آه!
أنا هوريك نظري هتعمل إيه. احنا دلوقتي بندور على دليلة، ولو وصلنا لها هنلاقي حاجات كتيرة قوي. البت دي لها دخل كبير قوي في اللي حصل. تمام يا فندم، كلام سعادتك مظبوط يا فندم. وإلا يا فندم ما كانتش هربت؟ لا، دي هربت عشان خايفة من مواجهتهم، لأنها حست في آخر لحظة إنها انكشفت. على العموم اطمن يا فندم، ما تقلقش، احنا مستمرين في البحث عنها يا فندم، وقريب قوي هنلاقيها يا فندم، ما تقلقش يا فندم. طيب سعادتك تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ لا لا لا، اتفضل انت. شكرا. طبعا إذنك يا فندم. اتفضل. أنا طبعا كنت هكلمك، بس كنت متأكد إن رحاب أكيد هتبلغك. دكتور حكيم، أنا مش عايزاك تتعب نفسك في الكلام ده، هم أكيد هيلاقوهم. المهم أنت تخلي بالك من صحتك. دكتور حكيم، لو المسألة محتاجة لمحامي على فكرة أنا أقدر، ده أنا أجيبه ثانية. محامي؟ ليه يا رامي؟ هما ممكن يجوري التهم. التهم بإيه؟ أنت اللي حصل ده مالكش أي ذنب فيه، وهم أكيد هيدوروا عليهم ويمسكوهم. وبعدين أنت اللي عملته ده كان في خدمة البلد، ودول ناس خانوا البلد، أكيد هيلاقوهم. انت لو مكنتش عايز تشوفني ما كنتش جيت دلوقتي. انا جيت عشان اقولك تبطلي تطلبيني على الموبايل صبح وظهر وليل، انت كده بتحرجيني. انا مش قصدي احرجك، انا بتجنن لما ما بتردش عليا. احيانا ما بردش عليكي عشان ما ينفعش اني ارد، حاولي تفهمي بقى. وانا مش قادره ابعد عنك. ليه مش قادر تفهم دي شريف؟ انت اليومين دول بتبعد وانا بموت من غيرك. انا مش عارفه انام، مش عارفه اشتغل، انا عايشه عشانك. ليه ما تقوليش ان انا ببعد عشان مش عايز ارتبط بيكي اكتر من كده؟ هايدي انا قلت لك قبل كده انا ليا نظام حياتي ومش مستعد اني اغيره. ما تغيروش، نتجوز من غير ما اي حد يعرف، ان شاء الله عرفي، بلاش عند مأذون. تاني احنا سبق اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك الجواز مش هيحصل. شريف انت كده بتضيعني. ما تقوليش كده، انا عمري ما فكر اضيعك. اقصد اقول ان سلمى مصممه انكوا تيجوا تقعدوا معانا. بمنتهى الصراحه انا قلقان عليكوا جدا، وهي كمان قلقانة. أنا مقدرش أروح أعيش في البيت ده تاني، مقدرش أروح أعيش في البيت اللي كانت طول عمر ماما عايشة فيه. مش عارفة، مش متصورة إن في واحدة ممكن تحل محلها في بيتها. أنت قلقان من إيه يا بص؟ كل حاجة هنا ماشية زي الساعة بالظبط، إحنا كويسين قوي وما عندناش أي مشاكل. مش عارف، بس أنا مش متخيل إن أنا أعيش في ناحية وأنتوا تعيشوا في الناحية التانية. حضرتك ما قلتش الكلام ده ليه من الأول؟ ليه جاي تقوله لنا دلوقتي؟ صفاء، أرجوكي ما تصعبيش عليا الأمور أكتر من كده. أنا محتاج لكم جنبي. ما برضو ما يصحش تبقى عريس جديد كده ونطب عليك زي القضم مستعجل. ما تقولش كده، أنت عارف كويس جدا إن أنتوا أغلى حاجة في حياتي، وعلى الرغم ده اقتراح سلمى. صفاء، أرجوكي فكري في اللي أنا بقوله ده. فكرت كويس قوي يا بابي، وقررت مش هرجع تاني في قرار. يعني إيه؟ رفضوا؟ بصفة مؤقتة. أعتقد إن الموضوع ده محتاج لزيارة منك بقى. أوي أوي يا حبيبي، مش أنا قلت لك من الأول إنه كان لازم تتفاهم معاهم؟ وليد مفيش معاها مشكلة، مشكلة صفاء، صعب إنها تاخد قرار. بص أوعدك إني أنا هعاملهم زي ولادي. ولادك؟ ولادك أنت إيه بس يا جميل يا صغير يا مقطقط، أنت لسه بدري عليك أوي على الكلام ده. على العموم سيبيهم، وهو مرة مني مرة منك أكيد هنوصل اللي إحنا عايزينه. تأكد يا عماد، أنا مستعدة أعمل أي حاجة في الدنيا، أي حاجة، بس علشان أساعدك. أنا متأكد يا سلمى، متأكد. مرسي يا مدحت. علي إنجي،
انك فكرت تخرجني النهارده. يظهر ان وجودي هنا بقى عيب على مراد. انا مش عايزك تفكري في اي حاجه ابدا. كل اللي عايزك تفكري فيه انك ازاي تتفسحي وتتبسطي. قد ايه انت رقيق، بس يعني انا مش عايزه اتعبك معايا. اوعي تقولي كده يا انجي. انا كل اللي يهمني ان اشوفك مبسوطه. عايزك تعرفي ان الدنيا ما تديش كل حاجه. احنا بنحاول نستمتع بالجزء اللي احنا عايزينه. مدحت انت متجوز؟ للاسف نسيت. الدنيا خدتني، عملت الماجستير وبعدين الدكتوراه وبعدين انشغلت بالعياده والمستشفى. ونسيت تتجوز؟ ونسيت اتجوز. في مصر هنا بيقولوا ان كل شيء اسمه نصيب. انت بتؤمني بده؟ اكيد اكيد يا مدحت. حضرتك عايزه حاجه قبل ما امشي؟ لا ميرسي يا بهاي. تصبحي على خير. بقول لك ايه؟ ما تباتي معايا النهارده. ما ينفعش، انا ما قلتش للست علي وهي ما يجيلهاش نوم ابدا الا لما انا اروح لها. ايه؟ خايفه تنامي لوحدك؟ خايفه ده ايه؟ انا ما بخافش. انا عارفه يا رب ايه اللي بيحصل. يبقى البيت عندنا طويل عريض وكل واحده منكم قاعده لوحدها؟ ده زمن ايه ده بس يا ربي؟ انت هتديني درس؟ خلاص روحت، تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبتي؟ الو الو لا بلاش عليها دلوقتي. وطبعا نجوى زمانها نامت. مراد
انا هيام. ايوه هيام. انا صحيتك من النوم؟ لا 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 انا صاحي. ايه انت خايفه ولا ايه؟ بس مش هيبقى متاخر قوي كده. طيب 10 دقايق وهبقى عندك. باي باي. تحبي تروحي فين؟ اي حته زي ما تحبي. مراد انا حاسه ان انا بتخنق. مع الخنقه اللي انت حاسه بيها دي هتستمر طول ما انت قاعده لوحدك. هيام انت قرارك كان غلط، ممكن تتراجعي فيه في اي وقت. انا حاسه ان انا بموت ببطء. الشر عليكي. مش احنا اتفقنا ان احنا هنعمل حاجه يعني تبتدي ترسمي مثلا؟ حتى ده مش قادره عليه. عشان تفكيرك مشتت طول الوقت، مش عارفه توصلي الحل. تعرفت ان حمدي كلمني من يومين وعايز يرجعني؟ ده يبقى انتحار بالنسبه لي. مش قادر يستوعب لحد دلوقتي ان انا طلقت منه غصب عنه. ممكن تسيبك بقى من حمدي ده ونفكر احنا هنعمل ايه. انا عن نفسي مش عارفه افكر في اي حاجه. يا ريت انت اللي تفكر وانا اسمع كلامك. ده جديد ده. انت عارف ان انا بطمن لك. وانت عارفه ان انا دايما بحب اطمن عليك. كلمي هيام تطمني عليها بدل ما انتي قلقانه كده. قلقتيني معاكي. انا مش قلقانه على هيام، قلقانه على ابوكي اللي ما جاش لغايه دلوقتي وقافل الموبايل. ما يمكن عنده عشاء بره ولا حاجه. مش في حاجه اسمها تليفون يتصل بيه يعتذر عن العشاء؟ ده خلاص بقى يتصرف زي رامي بالظبط. بس على الاقل بقى رامي لما بعوزه بلاقيه. اقول لك يا مامي، انا هكلم هيام اطمن عليها. ممكن اكلمها؟ ما اعرفش يا نيره، اعملي اللي انتي عايزاه ما تسالينيش. انا خلاص ابتديت احس ان كل اللي حواليا اغرب عني. في البدايه رامي، وبعدين هيام، وادي ابوكي. ويا عالم انت هتحصليهم ولا لا. زي ما يكونوا رافضين الحب، رافضين الرعايه، كارهين الاهتمام. وانا ما اقدرش اعيش من غير الاحاسيس دي. مامي، كل واحد دلوقتي بقى يعيش حياته. انتي كمان لازم تعيشي حياتك. ده تعبير سخيف محبش اسمعه منك انتي بالذات. انا حاولت ان احنا كلنا نعيش مع بعض، معرفتش. حاولت اخلي البيت ده البيت الكبير، مقدرتش. ودي في الاول مراد مشي، وبعديها هيام. ويا عالم مين هيبقى التالت. Thank you.
نجوى، أنا عارف إن أنا بمر بحالة مش عادية اليومين دول، وأنا الأول مرة بقول لك إني مش قابلة الحالة دي. كفاية عليا 20 سنة قلق، 20 سنة مشاكل. أنا كمان لي حقوق لازم أحافظ عليها. نجوى أرجوكي، أنا عايزك تسمعيني. أنا اللي محتاجة لك تسمعني دلوقتي. أنت طول عمرك عندك مشاكل مع كل اللي حواليك، وأنا كنت معاك في المشاكل دي جواك. أنا عمري ما فرقت في مشاعري بين إخواتك وإخواتي، بالعكس أنا كنت بهتم بيهم أكتر، لأن هي دي حياتي ولازم أحافظ عليها. أنا كنت بشاركك دقات قلبك مع أي مشكلة لأي حد فيهم. طب وهو إيه بس اللي حصل؟ اللي حصل؟ اللي حصل إن السنين جريت وحياتي أنا اللي ابتدت تضيع قدامي. حتى ولادك حسوا إنهم بقوا نمرة 2 في حياتي. أنت لازم تفهم إن بيتك هو حياتك، وإنك مش هتفضل العمر كله واصي عليهم، ولا تبقى الوحيد الآمر الناهي لحياة كل اللي حواليك، وإحنا نبقى على هامش حياتك. أنا رافضة أبقى على هامش حياتك. هي فين الوصايا دي؟ ما هي خلاص فعلا انتهت. هما اخواتي فين دلوقتي؟ هما اللي نهوها مش انت، للاسف ده اللي تعبك. انت ليه مش قادر تحس انهم كبروا وسلطاتك عليهم خنقتهم؟ خلاص ابتدوا يتحرروا واحد ورا التاني، ما سابوليش غير قلقك وعذابك. انا ما كنتش متصور ان هي دي مشاعرك ناحيتي. انت ليه متصور اني انا الوحيده اللي مش من حقي اتغير، واني ممكن استحمل كل الضغوط دي واسكت؟ انت ليه متخيل اني مش من حقي اصور على حياتي؟ ليه يا شريف؟ لانك انتي انا بتنفس من خلالك. انتي السند الوحيد ليا في الدنيا. السند ده ابتدى يتكسر. يا خوفي بعد شويه ما تلاقي وش يا شريف. أرجوك اعمل حساب اليوم ده. Thank you.
هعمل ايه في ايه؟ في ايه ان شاء الله؟ انت كده بتعذبها معاك. انا عمري ما قصدت ان انا اعذبها، وبعدين هي مش قادره تفهم ان ارتباطي بيها بقى مستحيل. يبقى لازم تواجهها وتقول لها الكلام ده. ما تتصورش يا مراد هي صعبانه عليا قد ايه. انا كنت فاكرها اذكى من كده. الحب بيلغي اي ذكاء يا مراد. وبعدين هي جايه مصر وعندها امل كبير جدا انك هترجع لها. مدحت الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. يبقى لازم تقول لها وتفهمها. اديها يا اخي فرصه تعيش حياتها. هو في ايه يا مدحت؟ هو سؤال واحد مراد وتجاوبنا عليه. انجي انتهت بالنسبه لك؟ تقدر تقول كده. ايوه يا رحاب. انت فين؟ مال صوتك؟ لا مال صوتك؟ لا في حاجه. طيب يا رحاب انا جاي لك دلوقتي حالا. سلام. مالك يا رب؟ في ايه؟ مش عارف. مش عارف يا ماما. رحاب، رحاب صوتها وحش قوي. مش مطمني. انا مش فاهم في ايه. اكيد في حاجه حصلت. حاجه زي ايه يعني؟ مش عارف. مش عارف. بس انا مش هسمح لاي حاجه في الدنيا انها تاخدها مني. مش هسمح لاي حد انه يخطفها مني. طب اهدى بس، اهدى يا رامي. وروح لها دلوقتي وسيبني افكر. ماشي. هذا. هروح لها. احاول. ايه ده؟ رامي ده اللي خرج؟ ايوه. وماله كان بيزعق كده ونازع الباب؟ رامي عنده مشكلة ولازم نلاقي لها حل. إذا كنت بتتكلمي على مشكلة رحاب أنا ما عنديش أي حل. ما أنا بقول لك لازم نلاقي لها حل. أنا مش مستعدة أتخلى عن ابني. وأنا مش مستعدة أحط إيدي في إيد الجزائري. ما تخليش الولد يخرج عن حدوده. ويتصرف تصرف لا انا ولا انت نعرف نتيجته ايه. هيتصرف هيعمل ايه يعني؟ هيروح يعمل زي عم عماد ما عمل؟ معرفش، بس الضغط يولد الانفجار. وانا مش عايزك تضغطي عليا اكتر من كده، قلت لك قبل كده ده طريق مسدود. اضغط عليك؟ انا مش مستعده اتعس اي حد من ولادي. انا اللي هتصرف. هتتصرفي؟ تتصرفي تعملي ايه؟ اللي هشوفه في مصلحة ولادي هعمله. ولما تبقى تفوق لنا يا شريف هبقى اديك خبر.